للمزيد حول الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول مسؤول قسم الاعلام في هيئه علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. اهلا بكم دكتور الى هذه الجوله الاخباريه. بدايه، ما الدوافع الحقيقيه وراء هذا المسلسل الممنهج للاغتيالات، ومن الذي يقف وراءها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو فعلا مسلسل ممنهج يعتمد من قبل هذه الميليشيات والاجهزه الامنيه المرتبطه جميعا بايران لتغيير التركيبه السكانيه في العديد من الاماكن، ولا سيما في هذه الأماكن المختلطة بأنواع أو مركبات سكانية من مختلف الأطياف، وهنا تحديدا في محافظة بابل جنوب بغداد وحزام بغداد، حيث تشهد منذ سنوات عديدة هذا المسلسل من الاغتيالات والتهجير وغيره لتغيير التركيبة السكانية فيها، بغية تهجير أهلها وإحلال غيرهم مكانهم. نعم دكتور، برأيك لماذا تتركز هذه الاغتيالات في مناطق معينة لا سيما حزام بغداد الجنوبي أو الشمالي؟ نعم، هذه الأماكن حزام بغداد من كل الجهات وشمال أو في محافظة بابل أيضا، هذه مناطق هي مختلطة سكانيا في من عدة أطياف مذهبية، وهنا تهدف هذه الميليشيات والأجهزة الأمنية المرتبطة بها وبإيران إلى إزاحة هؤلاء السكان من طيف معين وإحلال طيف آخر مكانهم، ليكون هنالك بيئة سالمة أو صافية كاملة موالية لإيران ولمشروعهم وتثبيت مشروعهم في العراق. نعم، الحكومة تروج دائما أن تلك الاغتيالات أسبابها جنائية أو عشائرية، وتعلن تشكيل لجان تحقيق لكنها لا تخرج بشيء. ما السبب وراء هذا الإهمال الحكومي برأيك؟ هي لأنه هنا الجاني هو نفسه الذي يسعى إلى تشكيل هذه اللجان، فالأجهزة الحكومية هي مسؤولة عن مثل هذه الاغتيالات أو هذا المسلسل، لأنه القضية لا تقف عند فقط قضية الاغتيال، وإنما تتخذ أساليب عديدة منها التهجير القسري ومنها الاعتقالات بسبب بقصد إحداث ضغط اقتصادي وسياسي وأمني على عوائل هؤلاء المعتقلين وغير ذلك من الأمور. وكانت أيضا قبل مدة لافتة وشعار الحرب على الإرهاب أيضا وسيلة من الوسائل التي اتخذوها بغية تحقيق هذه الأهداف. نعم الدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.